اسمع يا فارس، هذا العربون. عربون وشو؟ انا قايل لك ما ابي استلم ولا اهلله الين اقرر وش بيصير. يا ابن الحلال، الورش جاهز تحت ريال المهندس فارس ينوره، وبعدين اتفقت مع كل الشركات تدعم مشروعك، وش ناقصك؟ ناقص انا ما بعد قررت، ما بعد اتخذت قرار، ما ادري وش بيصير علي. الورشه هي تبي تصير ملكنا، هي ما هي بصيره ملكنا، ما ادري وش بيصير. بتكفل الورشه واللي هناك بيروحون، اصلا ترى ما حد ممشينا الشغل هناك الا انت، ولا اعرف قيمك ترى. اي بس يبي ينقطع رزق الشباب، وتعرف يعني شفت الشباب اللي هناك كلهم بكتب لهم عقود عندنا بالورشه، وبدبل الراتب لهم. ها امسك. انا ودي افكر. اعطني اسبوع. وشو له التاخير؟ اسبوع يا ابن حلال امسك. جايز لك ولا ما جايز لك؟ اسبوع اسبوع. يلا يلا اسبوع. انا هذا شغلي. اسبوع اسبوع.